الله تبارك الرحمن. شوف الفقعة كيف متحمشة يا جماعة الخير. الله الله الله، حار 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 حار. سام 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 حبيبي، سام سام. الله، هل طبخ العدل؟ لا لبذة ويده في عند بعض الناس دهون وله معنى. تغدى ابو علي، تغدى ابو علي، تغدى. يسوون روحهم بس ياكلون والناس بتاكل وراهم، ما يدرون طبخهم محفوظ بالجبن. اكل وانت اكل لك. ها حبيبي، اول مره انا احس اني متحمس للاكل والله. قط في عمرك كلت مثل الطبخه صراحه؟ مهدرة قال والله. شنو؟ زيوت مهدرة قال. مهدرة جايب ابو مهدرة قال. فيك يا ابو علي هذا الكلام الواقعي يا ابو علي. عمي ابو علي، طريقة الطبخة تبي اعطيك اياها على الواتساب ولا اكتبها لك في ورقة؟ تصدق اول مرة اكل الطبخة؟ لا انا اقول خليه يشوفك يوميا، يشوفك مريضي ويتعلمك الطبخة. انا اقول الطبخة ضمنها ما فيه زيوت. علي لا جيت الطبخة. عمي ابو علي، عمي ابو علي لا جيت الطبخة. ابو علي لا جيت الطبخة، جيت طبختك. اقول وين بتروح؟ مريم اشيل وياي. وين بتروح عمي ابو علي؟ وين بتروح؟ طبخة زين. اقعد طبخة زين. انك مسكت، هو من قام يدور واحد يمسكه. لا والله اضحك عمي ابو علي، اضحك. تدري منين تعلمنا الطبخة النوري؟ تدري منين تعلمنا هالطبخة؟ من عمي ابو علي. هو اللي عطاني. تذكر يوم تجيني الغرفة وتعلمني مقادير؟ ها ها، تذكر محمد يوم تجيني الغرفة؟ كم الساعة يوم تجيني الغرفة البارح ابو علي؟ كم الساعة يوم تجيني؟ صار 4 الفجر دي ثانية صح؟ جاني وعلمني طريقة. اقول لا تقعد. عقوبة الفقع تضرب في المخ. عمي ابو علي صراحة ما ادري منين، ما ادري منين يجيب هالافكار ذي. برتقال. هو نسى. اي كركم علي. تعود من ابليس عمي ابو علي. تعود. اقرا عن هذه المصاغر. زاويات. تعال يا ابو علي. يا جماعة الخير، بدون مدح يعني، بدون مدح، وطبعا اكرر الطبخة من عمي ابو علي الصراحة يعني، هو اللي معلمني اياها، ولكن يا جماعة الخير جربوا مقلوب. هو متعلمها منك. انا متعلمها من انا انا متعلمها من ايه انا الساعه 4 الفجر اقول لك جاني الغرفه قال لي مريض اليوم عندي لك طبخه تذكر يوم تقول لي كثر كزبره بعدش قلت لي غيرها كزبره وحط اسمه مهاجري بقدونس قلت لي حط بقدونس ما بقدونس ليش اسمه زنجبيل لا ذاك اسمه الاصفر جار الامي الاصفر ايه برتقال